إلا الاتصال على 023 792 94 بالإضافة إلى البث المباشر تلقاوه على الصفحة الرسمية لقناة الشروق تي في. الصفحة هذيك دائما نوريها لكم وراح نوريها لكم بعد قليل هكذا باش تقدروا تتفاعلوا معها، واللي راح يتفاعل ويشاهد في الصفحة كذلك سبونسور تاعنا الواحد التسوق عاطي له هدية اللي هي قيمتها 5000 دينار جزائري، وعليه فقط الإجابة على السؤال. يلا بعد ما رحب بكم خلوني نرحب لي سبونسور اللي حاضرين معنا دائما في بلاتو على الشيف او في الكونتوار تاع الو شيف. نبدا باول سبونسور الوجدان. وجدان حاضر بعده منتوجات يعني مختلفه، شوكولا وعسيله. نبداو بعسيله الوجدان. عسيله الوجدان حاضره معنا دائما على الطاوله، يستعملوها لي شيف كما قلت لكم في الحلويات. قدامها كذلك شوكولا للطلي بيضاء وسوداء حاضره معنا بذوق البندق. دائما في منتوجات الوجدان بمنتوج اخر اللي هو شوكولا 100 غرام اللي شفتوها دائما معنا غوتيلا 100 غرام بذوق البندق بيضاء وسوداء. عندنا بزاف ما كليناش شوكولا غوتيلا، اليوم راحين نذوقوا شوكولا البيضاء بالاضافه الى انه راح نستعملوا كذلك حلوى اليوم راح تستعملها الشيف مريم بثالث منتج اللي هو شوكولا باتا غلاسي تاع الوجدان اللي حاضره معنا دائما بانواعها الاربعه او ادواقها الاربعه. شوكولا بيضاء سوداء بالحليب وبالبندق. يلا كما قلت لكم هذه الشوكولا راح نشوفوا بها اليوم التحليه راح تكون بهذه الشوكولا. لحقت الشيف مريم نرحب بها ونكمل السبونسور. واش راكي مريم؟ مساء الخير سميه. صافا مليحه لاباس؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم الو شيف. يلا الشيف نادي حصتكم شو تقول حصتكم معتاده وكذا وانت واحد عندهم معتاد وانا معتاد تعجبني تكمل لفقات ودو رايك نقعد نشوف فيهم. يلا ثاني سبونسور حاضر معنا، كنت مع سبونسور مريم كنا بالوجدان، دوكا نكملوا مع ثاني سبونسور افري. يلا افري وين راهو؟ هاو افري. افري حاضر بالمياه المعدنيه تاعو، القلعه راهي عرقان الله الله. شنو بارد ما شاء الله. يلا منتوجات افري كما قلت لكم بالمياه المعدنيه وكذلك العصائر الطبيعيه حاضره معنا في البلاطو تاع الو شيف او في رعايه هذا البرنامج. يلا ثاني سبونسور او ثالث سبونسور حاضر معنا خبزه خبز البرغر من جولسيسول. هذا الخبز الرائع اللي راكم تشاهدوا فيه امامكم على الشاشه. يلا كما قلت لكم في البث المباشر راح تلقاو يعني سؤال كنا طرحناه يوم السبت طرحته الشيف ناديه. الخميس هذا واش دير روحك الغدوه راح يكون إن شاء الله. السؤال من نصيبك. سؤال سهل، وشنو هو باش ما يتعجلناش الروز شحال نديرو من كيلة تاع ماء باش نطيبوه؟ شحال نديرو من كيلة تاع ماء باش نطيبوا الروز؟ كامل تفاعلتوا، كامل مديتوا اجابات صحيحه. زيدوا عاودوا كيما نقولوا كملوا تفاعلوا حتى الغدوه ان شاء الله، يعني حتى تخلص الحلقه بعد هذاك اخر فاصل اللي نديروه هنايا ونجوا على طاوله التقديم، وهو مازال لكم عندكم الحظ انكم تقدروا تربحوا لانهم يختاروا خمسه اسماء. يعني في كل نهار يتم اختيار اسم واحد من طرف فريق الملتي ميديا. واكيد دائما نقول لكم اللي راح يفوز ولا اللي راح يكون في السحب يوم الخميس راح يفوز بهذا القسيمة شراء اللي قيمتها 5000 دينار جزائري. يلا غدوه خميس. وي شحال نفرح كي يلحق الخميس. يلا هذا الشكل كما قلت لكم اللي قيمته 5000 دينار جزائري مهدد لنا الواحه للتسوق. الغدوه ان شاء الله راح نعلنوا على اسم الفائز او الفائزه. كامل اللي شاركتوا في المباشر نحبكم الغدوه تكونوا بكثره. يلا نبدا واش راح نديروا شيف مريم؟ دونك اليوم واش عندنا وصفات؟ عندنا وصفه تاع بيتزا سهله اللي هي بيتزا ليكيد، ورثنا لاباس تاع البيتزا نحلوها بالحلال وكامل. دونك حبيت ندير لكم شحال من وصفه تاع البيتزا كوم انا نحب لا كويزين رابيد، نحب عفسه اللي تسهل عليا كل امراه جزائريه. فوالا سورتو وحده كي تكون عندها دراري تحب ماذا بها حاجه بنينه وسهله توجد تمتم، ما نحبش حاجه اللي نقعد
فيها لي ديتاي ونقعد نحل. منين داك منين داك ندير هذيك الحاجه؟ لا ماشي هذيك تاع ثاني تتلف لنا تاع السؤال اللي تطرحه كل امراه، واش نديروا الحشاش؟ فوالا واش ندير؟ زيد يقول لها مراه يعني يقول لك اه ديري واش حبيتي، قولوا لها زعما تقول لك ديري بيتزا، تقول لك ندير العجينه وزيد نخليها تخمر وزيد نحل دقيقه لك راه. دونك دي فوا دي فوا نكونوا في كوستونا نحبوا نديروا هذيك الحاجه تاع نحلوها ونديروها بالطبع وكا، ومن داك الله غالب يقلقوك دراري، يقلقك راجلك، يقلقك دونك ما تقدريش ديري حاجه بالطبع. دونك هذه البيتزا هي بنينه وبالطبع يعني شابه، وتقدروا تدوها معكم للبحر، تقدروا ديروها في لي زانيفيرسير تاني، تقدروا ديروها زيد تستعملوها في عرضات، في عرضات في الدار تاني كيما تبغوش ديروا العشاء. دونك هي فيها لاباط تاعها تجي ليكيد، حنا وعرفنا هذيك لاباط اللي تجي نحلوها بالحلال وتجي شايده روحها، هذه لاباط لا هذه لاباط تجي ليكيد وتجي طريه بزاف باسكو ما فيهاش بزاف الفرينه، دونك تجي بزاف طريه وكل حاجه ليكيد وطيب، نعرفوا بلي حتجينا طريه، جينا هشيشه كيما نقولوا. دونك عندنا الوصفه تاع البيتزا هذه ليكيد. عندي ثاني ان غاتو ساهل ماهل بالقطايف والشوكولا، ما عجبك نقول ساهل ماهل على بالي دونك ساهل بالشوكولا، مليح للسهرات هكا تاع الصيف، مليح ثاني ندوه معنا بيكنيك ولا، ما ياخذش بزاف وقت وما يطيبش. باغ كونطخ نسيت ليمون في لاكويزين الداخل، يلا ميم نعيمة رايح هنا رايحة جابت ليمون نعيمة. وعندي ثاني ان جو، هاد جو بزاف بزاف هايل، او ميم طون يريكلي لا تونسيون، اونتي اوكسيدون، مليح لي عندهم السكر، مليح لي داروا لي زوبيراسيون وعندهم سكر طالع ولا سكر هابط، عندهم لا تونسيون طالعة ولا هابطة. دونك هاد جو تاع الكركادي، ما بيش لا تعرفي الكركادي؟ نعرفو فيه بزاف فوائد، بزاف لي بيان فيه هاد الكركادي. دونك بوكو بلوس هذا يشربوه صح لي جون وكامل، بصح اللي عندهم بروبليم تاع لا تونسيون دونك هذا سي هذا هو الحل. طبيبه مريم مهنه جديده صح، لكن كامل نعرفوا يعني خاصه هاد الاشياء ولا هاد الاعشاب تعلمناهم يعني من عند جدات تعلمناهم، وكاين هو ربما هذا كاين بزاف اللي ما يعرفوش. شوفي هذا كي طيبيه كي تشربوه سخون تكون عندكم لا طونسيون طالعه وتشربوه سخون. طبيبه قلت لك راح تحول اليوم قررت انها تولي طبيبه، يعني لكم لا طونسيون. كي تشربوه بارد تكون عندكم لا طونسيون حابطه راح يستابيليزي لكم لا طونسيون، دونك هذا ستابيليزاتور بوكو بلوس تاع لا طونسيون. دونك فوالا ماشي طبيبه مي تفكرت عفسه انا عندي لا طونسيون دونك وي خديتها كي كنت كي زيت بنتي الكبيره، دونك تطلع لي كانت طلع لي حتى ل 17 صافي على بالي واش يوالم واش يوالم واش لا لا سورتو في لاتونسيون. كي تسقسوني في لاتونسيون نريبوندي لكم، ابار سا السكر ثاني عندنا السكر في لافامي دونك فوالا هذا. لا لا هي بحسب الخبره والاحتكاك مع الناس الكبار يعطوك خصك تجرب وما تنساش صافي، خاصه هاد كي تجوزي على العفايس تعرفي واش يوالم واش ما يوالمش، ابخي كل واحد والكور تاعو كل واحد كيفاش صح. والتداوي بالاعشاب مليح وبنين اون ميم طون ثاني، وفيه لي فروي ثاني زدنا له لي فروي باش يجي غيش نزيدوا له لي فيتامين، فيه ثاني فيتامين سي، فيه بزاف لي فيتامين هذا الكركادي دو توت فازون. الا تعرف كاش وحده الكركادي تتصل بينا وتقولنا لي بيان فيه ولا جوجل، جوجل مسيو جوجل يعطونا. كنت استعملته يعني شافيا شاف ناديه كنت شفته عندها لاول مره ودخلت قريت بزاف عنده وقيله ميم للقلب، ولا راح ندير في جوجل ندير منه شي حاجه سبيسيالمون فوالا ادخلي وقراي لنا سورتو اونتي اوكسيدون، فيه ثاني فيتامين سي، فيه بزاف فيه بزاف فيتامينات. دونك نقولوا للوصفه تاعنا الوغ نعاودو نقولو الوصفة تاع البيتزا، الوصفة تاع البيتزا تاعنا واش فيها؟ عندنا بيتزا راح نديرها قلت لكم حندير فيها الطون، حندير فيها زيتون خضر، زيتون كحل، فرماج غابي، وعندي هنا صوص طوماط تقدروا طيبوا لها صوص طوماط، قلت لكم الثوم وترابي وحبة تاع الطوماطيش تاعكم، ديروها رند، ديروها زعتر، الزيت والعكري والملح هذا ما كان. دونك كل وحدة والطريقة تاع لاصوص طوماط تاعها كيفاش طيبها. دونك لاباط نقولو حنا السر تاعنا اليوم في لاباط، لاباط تاعنا واش نسحقو فيها؟ عندي هنايا 250 غرام تاع فرينه، راني جبت لكم الكاس باش نكيل لكم بالكيسان شحال. دونك عندي 250 غرام فرينه، عندي حبه تاع البيض، عندي نص مغرفه كبيره تاع الخل، عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع الزيت، عندي نص مغرفه كبيره تاع خميره كيميائيه، نص مغرفه صغيره ولا مغرفه صغيره تاع خميره تاع خميره كيميائيه، ونص مغرفه كبيره خميره تاع الخبز فوالا، وعندي هنا مغرفه كبيره تاع السكر، وعندي الملح بيان سور. قلنا 250 غرام فرينه،
حبة تاع البيض، نص مغرفة كبيرة تاع الخل، زوج مغارف كبار تاع الزيت، مغرفة نص مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية والملح. قلنا أنا لا غارنيتور واش راح ندير لها؟ حندير فرماج غابي، حندير طون، حندير زيتون خضر وزيتون كحل، وبيان سور لاصوص طوماط. كي نقولوا بيتزا لازم تجينا هذيك الطبقة من الفوق حمراء. الو نبداو بالتحضير تاعنا تاع لاباط. يلا سنين تقصي شحال درنا من خبزه قبل؟ راح ندير سنيوا هذيك، هاي ديجا خملت، نزيدو هذه تخملت انت تكفينا هذه. سموها لا لا بنت لي سنيوا يا هادي مش سنيوا. يلا لقد اتصال. الو 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 الو، مساء النور. مساء النور حبيبتي سمية، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. سؤال عليك. الله يسلمك. شكون معايا ومنين؟ زهرة مشلف. زهرة مشلف. زهرة ايه، زهرة ولا فاطمة زهرة؟ اسمع، فاطمة زهرة. فاطمة زهرة مشلف، مرحبا بك فاطمة. ايه؟ زهرة. اه مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك. كي راه الناس شلف؟ والله الحمد لله مع سخانة. كاش حمى شلف شحال سخونة. سخانة سخانة. ربي يقدركم، ربي يقدركم ان شاء الله. بزاف سخونة. امين ان شاء الله، ربي يقدركم ان شاء الله. يلا قولي لي حبيبتي، كيش ما حبيتي طابق؟ كيف مريم؟ الحمد لله. وانتي يا وش راكي في الزهرة؟ والله الحمد لله. سوال عليك انتي. والله الحمد لله. سوال عليك، قولي لي كاش سخانة كاش سخانة؟ شلف سخانة ما رحت شنو سخانة غير هي. قولي والله ربي معكم ان شاء الله. شلف سخانة النفس ما كاش شتي النفس ما كاش. فاروق رحت لها قلت لها شلف سخانة في وقت الصيف النفس، النفس ما كاش. لا سخانة عندنا في شلف بزاف. معروفة معروفة. ربي يقدركم، ربي يقدركم ان شاء الله. يا شيف مريم. نعم اختي. يعطيك الصحة راكي ما شاء الله. ربي يخليك، ربي يحفظك. قولي لي كش ما حبيتي وصفة واحدة أخرى، كش ما حبيتي ندير لك؟ جربت البيتزا تاعك تاع الطاجين. قولي والله عجبتك؟ خرجت لي هايلة. أيا تخي بها بصحتك. وجربت؟ البيتزا تاع الطاجين اللي تقرا. يلا واليوم كاينة بيتزا سائلة. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وجربت المقروض اللي درتيه؟ تخي بيان، نجحتي فيه؟ كشغلت شويه خرج لي كشغلت كيما نقولو تقاق لي شويه. واش تفتت لك شويه؟ اي هو هذاك المقروط بزاف بزاف مبسس، دونك نروحو معاه غير بالعقل. اللي درنا في رمضان شويه تاع العيد هذاك مقروط الكوشه، ماشي كيما المقروط اللي مالفين نديروه واللي واقفنا به. زيدي واش نو تاني واش زيدي؟ سمية. نعم راكي ما شاء الله راكي شباب بزرق. راني راكي ما شاء الله راكي. قلت لك اليوم راكي شباب بزرق. بلزرق بلزرق سعاني لي. ربي يحفظك. شكرا تعيشي. يلا ما تطلب. نعم اختي صغيرة حابة تهضر معك معليش. يلا مرحبا. هاكي يلا يقولوا لي انقطع الاتصال. سخانة داب الكابل يقول لي امير. معليش تحياتنا ليها الاختها الصغيرة وكل الناس شلفة بيقدر كل اللي راهم. احنا كام رانا في سخانة لكن كاين مناطق اللي درجة الحرارة جد مرتفعة، وانا دايما نقول مام تكون جد مرتفعة ونكونوا في الدار بالك ما نحسولهاش كيما الناس اللي راهم برا اللي راهم خدامين كامل. فربي يقدر ان شاء الله كل واحد فكروا فقط بعضاكم بالماء البارد. والله ان شاء الله صح صح. ولا خاطر صدقه جاريه اللي كما نقولوا المعنى تاعها كبير والقيمه تاعها كبيره بزاف، ودو يعني تبرد هذاك الانسان ويفرح كي تجيبي له قرعه ما غير ما تدي له ماكله. ولا شوفي مريم انا تربيت في دارنا ولا في خاصه نهضر على منطقه الاوط لاني عشت فيها وتربيت فيها. كي يجي زعما واحد يخدم برا ما كاينش كيفاش ما تلقايش عنده الماء وما عندوش القهوه وما عندوش يخرج السنيوه، ما كاينش كيفاش تلقاي خدامه ما عندهمش قدامهم سنيوه فطور كذا. فهذه صدقه كيما نقولوا ماشي شرط لازم نديروا فطور شباب. واش كان عندنا واش كان هذوك الخدامه ولا ما بان عليك كي يجي يكونوا عندي هكا اللي تخافوا في الدار ولا واش نطيب ما هذوك اللي يجوا تاع برا شونيكاز هذوك اي فوالا واش نطيب في الدار نخرج لهذاك الخدام. صح بيان سور ما نكذبش عليك منين داك ماشي كل يوم ناكلوا اللحم. لا لا نورمال العادي طبسيل وبلا فوالا يكون عندي عدس وش لا داك شعفسه معاها نخرج له هذيك العفسه منين داك نقلي فخيت ونقلي ندي له واش ندير انا واش ناكل انا واش ياكل هو ماشي انا ناكل مليح هو لا لا. ان شاء الله تقعد هذه العاده ان شاء الله. يا جينيرالمون كاع الجزائريين فيهم هذه العاده ما يقدروش ياكلوا وحدهم لازم يبارطاجيو مع
احنا فقط نفكروا منين بيان سور. يلا نرجعوا للبيتزا. قالوا قلنا البيتزا تاعنا شتوني درت فيها زوج كيسان تاع الفارينه اللي هي 250 غرام تاع فارينه درت معها معمرين. درت معها مغرفه كبيره ولا نص مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز ومغرفه كبيره تاع السكر، خلطتهم وزدت مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. خلطت كامل وزرنا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، نص مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، نص ماشي كبيره، ومغرفه كبيره تاع السكر. خيب دونك فوالا، مغرفه سكر ونص مغرفه تاع خميره تاع الخبز ومغرفه صغيره تاع قهوه خميره كيميائيه. خلطنا النواشف كامل كيف كيف ما عدا الملح، دونك الملح توجو نخليه هو الاخر. خلط هنا الفارينه خميره تاع الخبز وخميره تاع الكاطو والسكر. دونك هنا نروح ندير الحبه تاع البيض، نروح للسوائل. دوكا درت النواشف، نروح للسوائل. قلنا عندي هنا زوج مغارف تاع ولا نص مغرفه ماشي زوج مغارف تاع الخل، عندي هنا زوج مغارف كبار تاع الزيت، نخلطهم كامل ونسحقوا الماء. الماء نسحقوا 300 غرام تاع الماء. 300 غرام تاع الماء لازم نجيبوا الميزان. دائما تجيب لنا الميزان. يلا الميزان هنا. هنا الميزان. يلا 300 حين انت وزنيها 300 وكيليها بال نوزنها دوك يتعمر لي برك الماء. قلنا نخلطوا النواشف. شوفوا كيفاش نخلطهم كامل. درت البيض، خلصت النواشف، ومن بعد زدت عليهم السوائل اللي هي البيض الخل والزيت. شحال بيض؟ البيض حبه بيض تكفينا. يلا انا ما حطيتهاش مليح لا غوسيت. فيها قلنا زوج كيسان ولا الناس اللي عندهم ميزان 250 غرام تاع فرينه، وزناهم بالكاس جاو ولا كيناهم بالكاس زوج كيسان معمرين، فيهم نص مغرف تاع خميره تاع الخبز، نص مغرف صغيره تاع المغرف صغيره، نص مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، وفي المغرف صغيره خميره تاع الحلويات، ومغرف كامله تاع السكر. خلطنا كامل مع بعضهم، زدنا عليهم حبه بيض. بابيد و باسكو الزكاكي لا ما حفظتش السوائل مازال ما لحقت لهم. حبه تاع البيض، ثلاث مغارف كبار تاع الزيت، وزوج مغارف كبار تاع الخل. خيب دونك الخل يعتبر اميليون ولا محسن لهذيك لافات. دونك هنا باغ كونتخ نوزن هنا خير بالكاس. وزني الماء من بعد قلنا 300 غرام ولا 300 مليلتر تاع الماء. دونك شوفوا هنا ديروا ما دافي. انا عندي هنا الماء تاع العين ماشي بارد، سخون. فوالا دونك الكاس يرفد لي 200، صافي نزيد معاه 100. شحال 300 تحقق؟ 300. دونك نزيد في كاس ونص. صافي كاس ونص بلا ما تعيا. ما عرفتش ميا يحفظ كيسان يا خويا. شحال هذا كيسان؟ دوك الكاس رفد 200 و 300 وش حاجه كي حفظتهم شحال يرفدوا؟ شحال ما اختارت تقولي لي تجيبيها في الصواب. الولف الولف تاع الكوزين راني نخدم نزيد نتعلم الخطيه. لا على بالك وين ترفدي بزاف. يلا ناخذ الاتصال. الو 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 يلا نسمعوا في التلفزيون. الو الو مساء النور. بخير. واش راكي؟ شكون معايا؟ سميه. لا حبيبتي سميه. الو 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 شاف معايا؟ وي حبيبتي سميه مرحبا. واش راكي؟ ولا غير الحمد لله. وانتيا؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ مريم بوفاريك. مريم من بوفاريك. مرحبا بك مريم. يسلمك. وش عملت بوفاريك؟ صافا الحمد لله. الحمد لله حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. يلا مريم ماكش ما تطلبيش؟ راكم الله يبارك في القمه. يبارك فيك. وراكي تعاودي الوصفات؟ نعاودو. انا ماما ولا غير كاع نتفرجوها. الله يبارك. سلمينا عليهم بزاف. وتتبعات تاعكم. سلمينا عليها بزاف بزاف. يسلمك تعيشي. يلا خليك مع مريم. يا دوزي لي شيخ. يلا مساء الخير مريومه. واش راكي؟ بخير. واش راكي شات؟ ولا الحمد لله. وانت يا واش راكي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. اسمنا كيف كيف مريم. الله يبارك. يبارك فيك يعيشك.
تعيشي. قولي لي كش ماكي حابه تشوفي كش وصفه ولا عندك كش كش ماكي؟ والله ماني حابه، راكم دايرين كل شيء اللي راه في خاطرنا راكم دايرين هنا. يسلمك الله يبارك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. يبارك فيك. يسلمك. شكرا لك مريم على الاتصال. سلمينا كامل على العائله. يسلمك تعيشي. معليك اهداء. يلا تفضلي. نهدي لبناتي مايا ودنيا وزوجي ربي يحفظهم وماما وبابا وكاع العائله وسوقت الكتكوته بتخويا شهرزاد. ربي يحفظها ان شاء الله. سلمينا كامل عليهم. يسلمك وبنات اختي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. يسلمك تعيشي. شكرا لك حبيبتي. مع السلامه. يا صاحبتي. شكرا. وربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا. يا صاحبتي. مع السلامه. فوالا نعاودو نولو للوصفه تاعنا. الوصفه تاعنا شوفي كيف خلطت كامل هذوك لي زانغيتون حتى يروحوا لي كامل هذوك لي غريمو ويخرجوا لي هذو لي بول صغار ولا هذو البابل الصغار اللي راهم هنا من الفوق. واش ندير؟ نجيب السنيوه تاعي نفرخها ونفرغ لاباط تاعي ونخليها تخمر. فوالا. يلا روحي الميكرو فقط. الصوت شويه راهو غير واضح لان طابلي راهي توشي في اللون. فوالا دونك قلنا نحرك مليح هذيك لاباط تاعي اللي درتها لي زانغريديون كامل هذوك اللي درتهم نخلط مليح بالفوي راح يتشكل لكم حبيبات. واش ندير انا؟ نخلط حتى يروحوا لي كامل هذوك الحبيبات ومن بعد تشوفوا واحد البنابل صغار خرجوكم من الفوق. دونك هذيك التفاعل تاع الخميره راهو بدا يخدم باسكو ليكيد ما عندناش بزاف الفارينه ما عندناش بزاف عندناش بزاف المواد اللي تغطي لي الخميره دونك تمتم الخميره حتى تعطي لي لي في تاعها. واش ندير انا؟ نجيب سنيوه ونفرخها ندير لها بابي كويسون ونفرغ فيها لاباط ونخليها تخمر لتما في السنيوه تاعها. خفيف فوالا دونك نجيب فك طيب ليكيد هكا. طيب هكذا نخلوها هكذا ليكيد. دونك نجيبو برك ان بلاطو. يلا قلنا احنا هذه ديجا خمرت. فوالا هاي ليك هذه اون بعد حنفرخها. دونك فوالا شوفوا هذه اللي خمرت لي كيفاش راهي كيفاش ولات. يلا هاي عند حسن. فوالا هاي ليك ما نقدرش نرفدها سي نوت. فوالا يلا امامكم تشاهدوا فيها السنيوه تكون لازم غامقه هكا. لازم تكون مليحه صادق هما السنيوه اللي مالفين يطيبوا فيها كيفاش دايره. ما تكونش غامقه يقدروا يديروا. المهم تكون عندها حواشي شويه طالعين باش تحكم منها بيان سور باش كايلي. دونك هنا نشعل الفور تاعي. السيده حسام هذه اللي لقات لي عندنا سنيوه هذه حسام وحده ياكلها. ما تاكل بيان سور. عم بالي درت ريجيم كي رحت من على وجهك. يلا ايمان صوت واضح عند مريم. سي بون جيبيها باش نخدمها. يلا شوفي عندنا احسن مهندسه صوت في قناه الشروق تخدم برنامج الو شيف وتخدم صباح الشروق. شاطر الله يبارك. من والله يعني بدون مجامله. لا شاطره. تدقيق في الصوت عندها شاطره وحلوه. هذيك خش تسمعها تقول لك حبسوا لكم ديروا فيها. دونك فوالا قلنا هنا عندي لاصوص طوماط. واش راح ندير هنا؟ مانيش حنحكم لاصوص ونديرها بالمغرفه كيما مالفين. فوالا باسكو راهي ليكيد ما نقدروش. دونك واش ندير؟ نحكم مغرفه هكذا ونبدا نفرغ في لاصوص حتى وين نكمل السنيوه تاعي. ما تدخلش. وين تدخل؟ داخل نو ما تدخل شويه مي ماشي حاجه. باسكو نفرغها بالعقل ما نقدروش نفرغوها. يلا دوك نعاود لكم تبعوا معها طريقه كيفاش يدير فلاصوص وراح نعاود لكم الوصفه تاع البيتزا. نحطوها فقط من الفوق. انا نعس فيها. فوالا دوك نغطي كامل لاباط. نكمل ندير لها لي زانغريديون الاخرين اللي عندي هنا. واش راح نديرها ولا انا واش راح ندير لا غارنيتور اللي راح نديرها نتوما معاكم في الدار يعني ما تقيدوش تقدروا ديروا غير طرشي وبصل ولا. يلا ناخذ اتصال. الو الو. نعم الو الو. مساء النور. مساء الخير. واش راكي؟ الو. مساء النور واش راكي؟ الو سمية. وي سمية مرحبا. يسمع فيا من التلفزيون. الله يسلمك. يلا حبيبتي نقصي جهاز التلفاز واستمعيني. الو. نقصي جهاز التلفاز واستمعيني من الهاتف. داكا راني نقصته.
الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير شيخ مريم، انا انيسة. مساء الخير، وشراكي سافا؟ طبعا لا بس ما عقلتيني شيخ مريم. لا ما عقلتكش. المرة اللي ما عندهاش بزاف، واحد سمانة ملي تلاقينا في الدار. وين تلاقينا؟ في الدار. في الدار؟ في الدار. ما عنيش حابة ندخل تهرب. نشيتي؟ بداو الخرايا. فكريني بالبلاصة، عطيني اسمعي، عطيني البلاصة، برك وين تلاقينا، ماشي الدار. في واد الرمان. واد الرمان، واش راكي؟ وين رحتي؟ صافا لاباس. طرمتي برك. صافا وانت كي مليحة؟ لاباس الحمد لله. ماما كي مليحة؟ صافا لاباس والله الحمد لله. الحمد لله، واحدة الطفلة شحال حلوة، الله يبارك والله العظيم. الله يسلمك. يسلمك. قولي لي وشاكي دايرة فيها؟ وشاكي دوك ندوها ندو لهم كاع الاتصالات نقعدو نقصرو. بتحب فلسان صادر عليك. تعرفي شاف ديك من عشتي قلت لي ندير لك، انا ما شفت هذيك الحلقه خساره. قولي والله وفينا قالت لي ديري لي اهداء وما درتلهاش اهداء وهي ما شافتش. معليش ديري روحك دوكا هاي. تحياتي لروحي انيسه من حوس وريم بن حوس. نعم انيسه مو حوس. بالحوس شاف مريم بالحوس نيسه. يلا معليش درتي الاهداء نعاود نقولوا الف تحيه ليك بالحسن. هذا ما كان يعطيك الصحة شاف مليان. الله يسلمك، ربي يحفظك. ان شاء الله المزيد من التألق ليك كل طاطا تمية. ان شاء الله ربي يحفظك تعيشي. الله يسلمك، تبقاو على خير، ما نطولش عليكم. نحبكم يعني فرحانة بزاف اللي حكمتكم. يا عمي ربي يحفظك، شكرا. وقعدي تعيطي هكا منين داك وعيطي باش نحس بالك. ان شاء الله ان شاء الله داكو. هيا خلاص. مع السلامة. مع السلامة. يعيشك، شكرا لك. صحة. صحة. يلا بما انه خدينا الاتصال فنتمناو الشفاء العاجل للعمه تاعك. صافا مليحه؟ وي صافا، انا لهدي عمتي وحده اخرى ماشي هذيك كانت مريضه، مي الاخرى صافا مازالها شويه مريضه مي الحمد لله. هذه واحد الطفله صغيره ماشي كبيره، تجوز البام ولا هذا العام، قالت لي تلاقيت بها تما، رحت نشوف عمتي تلاقيت بها في دار عمتي، هي دار مانها باسكو بنت لوستها. قصرنا وكامل، قالت لي ديري لي اهداء، قلت لها والله غندير لك ونسيت. شتي كيقولوا لك تروح ديري اهداء ولا دي فوا تالمون كاين لاشارج تنساه. صح ان شاء الله يسمح. والله وقعدت في بالي على بالك وهي عيطت سبحان الله. هذاك الاهداء الروح. يلا نعاودوا نرجعوا للوصفه باش ما نبعدوش عليكم بزاف. حسيت اسمح مريم تسمحي لي الوصفه تاع البيتزا اللي حضرناها، قلنا بيتزا سائله، الناس اللي ما يحبوش العجين ودور ولازم تجي مدوره ولازم ف تخلطوها يعني سهلة. واش فيها؟ زوج كيسان تاع فرينة. قلنا زوج كيسان تاع فرينة، فيها حبة تاع البيض. أنا نقولهم بلاقة على هذيك نقولهم أنا. يا زوج كيسان تاع فرينة معمرين اللي عندهم ميزان 250 غرام ميزان فوالا. فيهم نص مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. فوالا. مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. حلويات. مغرفة كبيرة تاع سكر. نخلطوا كامل هاد النواشف مع بعضهم. تخي بيان. بعدها نضيفوا لهم حبة تاع بيض. ثلاث مغارف تاع زيت وزوج مغارف تاع خل. هكا نخلطهم كامل مع بعضها. الناس اللي عندهم ميزان 300 اللي ما عندهمش الكاس ربما باش يوزنوا به 300 مليلتر تاع الماء اللي جاتنا بالمدافي دوكا هي سخانه نقدروا نستعملوا الماء ديريكتومون من العين. جا كاس ونص ماء هكا لميناها به، هي تجي سائله ما كنش راح تحصلوا على العجينه لانه ما فيهاش بزاف الفرينه، تحصلوا عليها سائله. نديروها في بلا يكون عنده سمكوين تقدر تطلع شويه لانه ما تنساش بلا فيها الخميره، نخلوها تخمر. بعد ما تخمر وتطلع يتضاعف الحجم تاعها باش نديروا عليها لاصوص طوماط. لاصوص طوماط ماكش راح تدهنوها باسكو هي سائله كيما شفتوا الطريقه اللي دارتها الشيف مريم. يعني حطيتها واش ندير؟ قلت لك نديرها تخمر ومن بعد ندير لها لاصوص طوماط، ندير لها لي زانغغيديون ومن بعد كي تخرج لي نزيد نعاود ندير لها شويه لاصوص طوماط من الفوق باسكو كوم سائله قلت لك تحبط شويه وتقعد شويه من الفوق. واش ندير؟ توجور نقادي شويه تاع لاصوص طوماط غير تخرج لي هكاك سخونه، نزيد ندير لها شويه لاصوص طوماط من الفوق. دونك فوالا هذه هي الوصفه، درت لها الطون، درت لها الفرماج، درت لها الزيتون الاخضر، زيتون الكحل. بعد ما تخرج لي راح ندير لها زيتون الكحل. ودي ديريها ما ديريش فيها الطون باسكو انا ما نحبش. هذا بالنسبه للاخر. هذيك لا يتخمر. سمعتك. يلا نروحوا الوصفة الثانية. نروحوا الوصفة الثانية اللي هي ماشي كاين فاصل مازال إيمان ولا نخرجوا فاصل؟ يلا المخرج آمر يلا يقولوا لي نخرجوا فاصل. شفيت على الوقت أول فاصل إشارة نروحوا ناخذوه بعدها نعاودوا نرجعوا للتحلية تاعنا اليوم.
عاودنا رجعنا لكم. نرحبوا بكل من التحق بنا هذا اللحظه، متواصلين معكم دائما في الو شاف والرقم الهاتفي اللي يظهر اسفل الشاشه في خدمتكم 023 70 92 94. ما تنساوش انكم تشاركوا في البث المباشر وتعطوا الاجابه، تخلوا الاجابه تاعكم على الصفحه اللي هو يعني السؤال، شحال من كيلا تاع ما نديروها باش نطيبوا كيلا تاع رز. راكم كامل تتفاعلوا الله يبارك يعني راكم بزاف بكثره ما شاء الله عليكم. والاجابات كما قلت راح يخيرها سيرفيس ملتي ميديا. كنا درنا الناس اللي ما لحقوش درنا البيتزا السائله راهي في الفرن طيب على درجه الحراره شحال تكون سخون؟ يكون سخون سخون ما يهمش درجه الحراره، المهم الفرن تاعكم يكون سخون. نسخنوه من قبل نسخنوه من قبل حال تشد وقت طيام؟ ما تشدش وقت بزاف خاطر ما عندكش الفرينة دونك سا ديبون كل وحده والفرن تاعها ما تقدريش نتقيدوا به. نتقيدوا بال يلا البيتزا السائله قلنا الوصفه تاعها راح نعاودها لكم بعد باش ما نديش الوقت بزاف للناس اللي ما لحقوش. دوكا رانا في التحليه، هادو القطايف يا اخي دونك هادو القطايف واش راح ندير؟ حندوب الشوكولا قبل باش. يلا كاين السيده البارح اتصلت لول البارح اتصلت وكانت طلبت انه نعطوها وصفه، قالت لك نحب القطايف مي ما نعرفش نطيب بهم، فهذه وصفه تقدر تساعدك. فوالا هادو القطايف تحبوا تشروهم هكذا محمصين وواجدين، تحبوا تشروهم ماشي محمصين واش ديروا لهم؟ ما تحلوهم ما تهيو روحتكم والو، فرشوهم في سنيوه ديروا لهم شويه تاع الزبده ودخلوهم في الفرن. هذا ما كان حتى يخضرنا هذا اللون دونك ما فيهمش بزاف خدمه. ولا واش ندير هنا؟ عندي شوكولاته تاع الوجدان البيضه، عندي شوفوا هنا عندي بيضه، عندي شوكولا نوار وعندي شوكولا نوازيت. دونك انا واش راح ندير؟ حندوب هذه البيضه باش نديرها في ليمون تاعي باش نوجد هذه لافاس. دونك لازم ندير الشوكولا في ليمون باش نحط فوقهم لافاس تاعي. دونك واش ندير؟ ندوبها دوبيها ديريكت؟ دوبها ديريكتومون باسكو هادي باتا غراسي تريزيستي شويه سخانه. واش راح ندير انا؟ راح ندوبها ومن طوني نخلط ونحيها من النار. هادوما تحقي الكسرونه سخونه. هاد كي تجينا هكذا علاش اسمها باتا غراسي؟ باسكو يجونا هكذا شغل بيان جامدين فهمتي؟ دونك هادو هما اللي راح يعدلوا لي الحراره في الكسرونه. شغل حنحيها من النار ونبدا نخلط. وشنو شوكولا البيضاء روحوا معها غير بالعقل باسكو تمتم تتحرق تمتم تذوب تمتم تتحرق. فوالا انا توجور ندوبها هكا سينو ندوبوها لي عندهم ميكرووند يدوبوها في ميكرووند خير. بيان عندهم ندوبها في ميكرووند. حبيت ندوبها في الكاسرونة خير. كاين لي بزاف لي ما عندهمش ميكرووند دونك نكونو معاهم. تمتم الدوب. تمتم الدوب. قولي واش ندير؟ شوفي غير نحسها بدات الدوب نحي من النار ونبدا نخلط. شغل طريقه سريعه ومن ما تاخذش وقت للتحليات اللي يعني كاين بزاف اللي ما يديرهمش على جال الوقت، ياخذوا وقت لازم تقعدي معاهم دوبي منه. انا نكره شوفي عرفك شنو نكره؟ نكره الحاجه اللي تحط لي بزاف المواعين زعما باماغي ودا. وين لازم ندير باماغي؟ ندير باماغي دي فوا تتحتم لها غالب. وين ما لازمش زعما هكذا ان كاطو خفيف تمتم هذا بيا منحش بزاف المواعين باش ما نخسرش بزاف. المشكل مشكل ولا المعان غير سميه من فضلك وصفه البغرير ضروري. يلا كان درت شاف مريم بغرير في عندها صافي السمانه اللي فاتت عاود تدخل في يوتيوب تدخل معايا عاود تدخلي في يوتيوب تصيبه درتو بلا اربعه شحال كنا كاينه سيده كذلك من قبل قريت التعليق طلبت البسطيله ان شاء الله نحبها انا ثاني. كاين صوالح نحسن الشتاء بردالة؟ لا على البسطيلة تبقى البسطيلة خفيفة خفيفة بصح نحسها شغل دايرة تالما بورة تقلي هذاك الديول تاعها ولا طيبي في الفرن نحسو شغل أكلة تاع ربيع تاع الشتاء. مشاهدينا راكم معايا على البسطيلة ديروا الجام تاعكم باش نغلبوا مريم ودير لنا البسطيلة نشوفها معها صيب ولا غير نحسها خفيفة. يلا أمير يقول لي كاين عندنا اتصال من البرواقية ولاية المدية. ألو ألو السلام عليكم. ألو 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 مساء النور مرحبا. الو مساء الخير مرحبا بك اختي. الله يسلمك واش راكي؟ واش راكي؟ مليحه؟ الحمد لله صالحه كي مريضه؟ لا لا هذه ولادي. يلا صوتك راهو ناقص. الو وي صالحه اللي نسمع فيك صوتك فقط راهو ناقص اذا تقدري تزيدي شويه. نعم واش راكي اختي؟ مليحه اختي. الحمد لله واش راكي انت واش عملت البرواقيه؟ مريم الحمد لله. انت واش راكي؟ الحمد لله وانتم راكم لاباس. قولي لي عندك ولادك هما راقدين؟ الحمد لله شفنا ديالي مليحة الحمد لله. يعطيكم الصحة على هاد الوصفات. يسلمك حبيبتي. يلا قولي لك شنو تطلبي صالحتنا هذا راكي معايا. كيف
ما حبيتي؟ صحاكم كثير مزيان. ما تطلبي حتى طبق؟ ما حبيتي حتى حاجة تشوفيها؟ حبيت نشوف من عند الشيف مريم اللحم المفور. اللحم المفور ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي باذن الله. ان شاء الله نريحوا غير شويه من اللحم تاع العيد ونديروا نعاودوا نولوا للحومه تاعو ان شاء الله. ماشي الا سكت كاين راه عند اللحم تاع العيد كي عارفه كي اللي يقدر صح ان شاء الله غير وقت كي نقدر نديروا الوصفه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. هذا ما كان صالحه هذا واش كاين يعطيكم الصحه. يلا شكرا لك حبيبتي، الله يسلمك الله يكثركم، شكرا على اتصالك، الله يسلمك مع السلامه. يلا راح نقطع الاتصال، صوتها كان ناقص بزاف، ربما انتم في التلفاز تسمعوه اكثر مني، هنا كنا نسمعوه قليل بزاف. بصح بالك مسكينه هي لافوا تاعها هكا بالك كاين اللي يهضروا شغل بالعقل ما تقدريش تزيديها. دونك شوفي طابلات وحده تاع الوجدان شحال فيها 250 غرام، شوفي شحال دارت لي ساشون كو هذا المول تاعي كبير عندي هذا دونك هذا ديجا عمرتها لو كان هذه عمرتها مليح، لو كان ديروه بالك في هذا المول حيقطع لكم بزاف. دونك شوفوا وحده وما زدت لها والو حتى اضافات، ني زيت ني زبده ني ريان جيتو، ذوبتها على حالها وحطيتها هنايا. دونك شوفوا ذوبت شوكولا، انا عندي هنا شوكولا بلون ومن بعد راح نزيد ندوب معاها هذه باتان و شوكولا بدوق ولا شوكولا نوار. دونك نتوما وما عندكم في الدار هنا واش راح ندير؟ راح نخليها هنا بجيه هذه نديرها في الثلاجه خلاص. لا لا حندير لافاص تاعي بعد نديرها في الثلاجه. وجعت لي قلبي هذيك اللي عمرتيها بزاف، حبيت نفرغ مغرف من هيك. وين ديري مغرف؟ ها خير خليها يلا نروحوا نخرجوا فاصل اشهاري ونعاودوا نوليو. يلا مشيدي نعاودنا ولينا، اضطرينا انه نخرجوا فاصل اشهاري، دايما متواصلين معكم. كنا في التحليه درنا شوكولا باتا غلاسي بدوق الحليب، وراه لابوات تاعها ذوبناها درنا هذه بيضه ولا بدوق بيضه شوكولا بيضاء تاع الوجدان باتا غلاسي، ذوبناها في الفرن كما شفتوا ودرناها في ليمول سيليكون، كل واحد واش يحب التزيين يعني المول كيفاش كاين، المول كيفاش كاين بيان سور كل واحد واش كاين مول متواجد في الدار، هذه ماشي لازم لها ديري مول لازم كاش مول لازم ولا. دونك واش درت هنا؟ قلت لكم عندي هنا قطايف محمصين، كانت عندي شوكولا اتارتيني تاع غوتيلا شوكولاته بالحليب، وعندي ثاني شويه تاع الزبده باش يقعدوا لي توجور طريين وميم طون مقرمشين. عندي مغرف تاع الزبده هكاك، مغرف تاع الزبده ماشي بزاف. دونك شويه صافي مغرف تاع علاش نقول شويه غوتيلا هذه شوكولا، لا لا شوكولا درت واحد زوج مغارف، راني نهضر على الزبده تاع الزبده ولا لا ماكارين. دونك واش عندي هنا؟ قطايف، عندي شويه تاع الزبده واحد المغرفه هكاك، عندي شوكولا اتارتيني زوج مغارف ثلاث مغارف سا ديبون توما الكو اللي حبيتو. عندي هنايا حليب مركز المحلى، يعني هنا عندي حليب بيض ماشي كراميل، دونك هنا حنفرغو كامل. هنا واش ديروا؟ ديروا الحليب تاعكم ولا شوكولا تاعكم حتى وين تلايم لكم لابا، حتى وين تولي لكم اون بات وتقدروا تتحكموا فيها. فوالا نحيها كامل. يلا هذه يعني الوصفه تاعها راح شغل للبنيون، يلا راح البنيون بصح بالقطايف شغل. فوالا نخلطها هنا دو بريفيرونس تعملي يدي. امير هذه فيها كلش، فيها شوكولا بيضاء سوداء شويه زبده القطايف، ما تجيش بنينه؟ تجي بنينه. ها حسام بنين طيب فوالا بسم الله. تسمعي هذيك القرمشه تاع خش خش كيما يقولوا. يلا لازم نستعملوها غير بالقطايف ولا لا؟ هي نورمالمون بالقطايف الوصفه، الا عندهم يقدروا يديروا لافيتين كيما هذيك ماهيش لا يعرفوا لافيتين غوفر بيان يعرفوها. بصح غوفري تجينا ما تجيش بنينه. ما تجيش بنينه بصح بالقطايف، القطايف ماشي غاليين ثاني كاينين متواجدين. فوالا دونك نطمها مليح، نسيو ندخلو فيها هذيك لي شوكولا. فوالا كي ديرو هكذا شغل تتحكم معاكم اون بول. فوالا هاوليك حسيت كي تلعبي برا بالثلاثة. فوالا دونك شوفو هنا لاباط تاعي قلنا كان فيها القطايف كان فيها الشوكولا كان فيها تقدري تدني لي. يلا يلا نساعدك صحيتي هاد البنينه كاع ما نساعدش ثاني هنا قولي لي
دونك شوفوا شاني حندير. حنحكم اون بول هكا، قلنا كان فيها القطايف، كان فيها شوكولا اتاختيني، كان فيها حليب المركز المحلى وشويه تاع الزبده. هذه ما نديروهاش تجمد، لا لا هذه نديروهم ديريكتومون يتجمدوا كامل كلش، باش كي بهادي بهذا. دونك هذه انا هذه حنحطها هكذا من الفوق باش تجمد فيها، تجمد معاه. ومن بعد كي نحيها راح نسيبوا القطايف شويه حبطوا لي لتحت، ومن تحت كي ناكلوا هذيك الشوكولا حيجيني الكو تاع الشوكولا بلون، الكو تاع هذاك الحليب المركز المحلى، القرمشه تاع القطايف، دونك حيجيني فيها بزاف ليغو. فوالا دونك ندير هكذا، سا ديبون توما على حسب المول تاعكم. نسي نحطها لداخل، قلت لكم هذه الوصفه سهله وما تاخذش بزاف وقت. فوالا كي تاكليها راح تجي الكو تاعها بزاف 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 بنين، باينه. الوغ لا قاعد شوف وما تجيش بنين. يقدر يكون حلو في وصفات بالقطايف خير من نقعدوا ناكلوا فيهم غير معسلين هكذاك. يلا قلنا درنا قطايف محمصين، ملعقه تاع شوكولا غوتيلا لي اطالي سوداء، ودرتي وحده بيضاء، درتي حتى سوداء حتى بيضاء ولا درت؟ لا لا دوكا درت غير البيضاء، ومن بعد راح نزيد نكمل السوداء. لا لا في لافاكس. لا لا درت غير السوداء. درت بالحليب، شوكولاته بالحليب غوتيلا بيدوق بندق الحليب، بندق غوتيلا بالحليب، بالحليب ما كاش بالحليب، كاينه بيضة بالبندق وبيضة غوتيلا اولي تما بندق ولا اولي سي كي شوكولا غوتيلا. استعملنا هذه شوكولا غوتيلا لي بدوق البندق، مانيش غلطه، بدوق البندق لافاس، درتها لافاس الداخل مغرف هذه القطايف محمصين مفتتين، واستعملت ملعقه تاع زبده هكذا باش تحافظ على هذيك الطراوه ولمتهم. يلا نعاود نرجعها لمكانها. هنا قلنا درنا شوكولا بيضاء، استعملنا هذه فاتا كلاس تاع الوجدان دائما بيضاء، دابت في الكسرونه، ومن بعد درناها في ليمول سيليكون لي كل واحد واش متواجد عنده في البيت تاعو، دارتها في المول، ومن بعد دخلت القطايف فيهم اللي كانت. شوفي هذا معليش هذيك باسكو عمرتها بزاف سي بور سا اللي خرجت هكا. دونك هنا واش ندير؟ راح نديرها في حفصها المول باش نقدر نحفظها. راح نديرها في الثلاجه؟ نديرها في الكونجيلاتور ديريكتومون. باش تجمد، باش تجمد لي هذيك الشوكولا، باش نكون رابيد شويه. فوالا نحط المول تاعي هنا ونديرها تبرد. يلا من فضلك عاودي لنا وصفه البيتزا. يلا راح نعاود لكم وصفه البيتزا. هذه بالنسبه للتحليه قلنا كان فيها، واش عاودت لكم الان راح من بعد الى بقى الوقت نعاود لكم البيتزا اللي راهي في الفوق. ضربي عليها طله يا ضرب. وي صافا صافا، نفتحوا الحسامي نشوف. مازال برك ما حمرتش من الفوق، بصح شوفوا كيفاش الشكل تاعها يجي داير. فوالا يلا البيتزا هذه البيتزا السائله تجي شغل كارنتي كحس بروحة بيتزا شبهناش بزاف. لا تجي خفيفة على ما على حسب واش راني انا ما ذقتهاش اول مرة حندوقها، غدو نقول لكم نعطيكم الطالة الا مليحة ولا ماشي مليحة ولا بان بنينة. يلا واش كان فيها؟ كان فيها 250 غرام تاع فرينة بالكاس هذا اللي نعبروا به كيلو به في الو شيف اللي كامل تعرفوا كاس الو شيف، فيها زوج كيسان معمرين تاع فرينة، زدنا معاهم مغرف كبيره نصها نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره هذه قدرناها سكر، والمغرف الصغيره فعملنا خميره كيميائيه او خميره الحلويات، خلطنا كامل المواد الجافه مع بعضها، بعدها ضفنا المواد السائله. واش المواد السائله واش فيها؟ فيها حبه بيض، ثلاث مغارف تاع الزيت، وزوج مغارف تاع خل، خلطناهم كامل مع بعضهم. بعدها ضفنا الفرينه عفوا الملح، وضفنا لمينا هذيك العجينه وزدنا عليها الماء دافي، دفنا كاس ونص تاع ما دافي بهذا الكاس. الناس اللي عندها الميزان وما عندهاش هذا الكاس 300 ملل تاع ماء تديها العجينه تلقاوها خفيفه، نخلطوها نخلطوها حتى يروحوا لنا كامل هذوك الحبيبات ويخرجوا لنا هذوك البنابل في العجينه تاعنا، نعرفوها باللي الخميره بدات تتفاعل. نديروها بابي كويسون، نديرو سنيوه بابي كويسون، ونحطو مباشره فيها هذاك الخليط وندخلوها نخلوها تخمر عفوا. بعد ما تخمر نديرو لها التزيين تاعها. التزيين هنا استعملت لاصوص على بالنا بلي كامل في البيتزا فيها لاصوص
صلصه حمراء تاع البيتزا، دارت البيتزا لكن ما دهنتهاش كيما نديرو في تاع العجينه، رميتها هكذا من الفوق، رميت عليها الطون، استعملت الطون لا طوماط، استعملت كذلك الزيتون الاخضر لي فرماج، والتزيين يبقى بالزيتون الاسود، ودخلناها للفور يكون سخون، درجه الحراره يكون سخون، وراهي طيب قدامكم. كل واحد الفور تاعو شحال درجه، كل واحد شحال يطيب الفور تاعو، فما نكونوش مقيدين. يلا ونروحوا دوكا. يلا كما قلت لك مريم، هذا الكركادي يعني فيه عده فوائد، ويعني من الاخطار تاعو مريم باش ما نغلطوش المشاهدين، انه ينقص لاتونسيون. هكذا واش قريت واش يدير؟ ينقص لاتونسيون، يحبط لاتونسيون. حبيبتي يلا شوفي، اي يهبط لاتونسيون. واش قلت لك انا في الاول؟ قلت لك قلت لي نستعملوا يا اخي احنا هضرنا ديجا. يلا عنده عده فوائد الكركادي اللي راح نستعملوه الان، نذكر لكم من بعضها، وكامل عندكم جوجل تقدروا يعني تتعرفوا على عليه. استعملناه بزاف في عده مرات يعني، لكن معليش، هو يحافظ على صحه الكبد. حنقرا لكم هكا يعني معلومات هكا الكبار فقط، مش حندخل لكم في الدقيق. الحفاظ على صحه الكبد، خفض ضغط الدم، يهبط لنا لا طونسيون، مصدر غني بفيتامين جي تاع الانفلونزا، امراض البرد يعني خاصه من جي جي ماشي سي جي. سي جي قلنا جي. لا لا كاين حرف ننطقوه سي. دور مهم في امتصاص الحديد، صح. مضاد للأكسدة، ينقص كذلك ينقص من كوليسترول، تقليل من أعراض سن اليأس، ينقص كذلك الوزن الناس اللي راهي دايرة الحمية، والأضرار تاعو راح نتعرفوا عليها، يدير صداع، يدير التهابات، يعني إذا زعما كثرنا من بيان سور. دونك هو قلنا واش قلنا في الأول؟ قلنا لكم كي تشربوه بارد راح يطلع لكم يحبط لاتونسيون، وكي تشربوه سخون دونك كي تكون لاتونسيون تاعك طالعه تشربيه سخون باش يرقلي لك، كي تكون لاتونسيون تاعك حابطه راح تشربيه بارد باش يطلعها. فوالا نورمالمون هكا قلت في الاول، معليش المهم معلومه صحيحه. فوالا هذه هي، هو اونتي اوكسيدون تاني. وشنو ناخذو كي ناخذو؟ ما نشربوش، ماشي نطيحوا عليه شرب شرب شرب، نشربوا كاس واحد ولا المشرق كشاي يعني. فوالا كشاي ثاني، دونك جو بريفير نشربو ان جو هكا بارد بيان، فيه لي فروي ثاني هذوما بنين، يجي بنين. انا ما نكذبش عليك انا نستعملو بزاف في الدار. دونك فوالا قلنا هنا عندنا الكركادي هذا، هاوليك ينباع عند العشاب، يعطيكم 10000 يعطيكم ساشي يعني قدره ساشي. فوالا هاوليك عندي هنايا لي فروي، هنا ماشي لازم تتربطو واش درت انايا، تقدروا ديروا نيمبورت كال فروي حبيتوه. هنا عندي العنب، عندي المشمش، عندي البرقوقه، عندي الخوخ، وعندي حبه تاع بنان، يعني خديت من كل حاجه شويه شويه شويه، ما تجيكمش ما تجيكمش بزاف. وعندي هنا راح ندير له القارص باش تجيني هذيك لاسيديتي تاع القارص، وراح ندير له السكر ثاني باش ما تجينيش هذا الكو تاع الاعشاب وكامل. فوالا تقدري تعطيني السكر معليش. دونك هنا درت الماء يسخن، راح ندير الكركادي تاعي. سكر شحال؟ السكر هنا نتوما ما حبيتو السكر، حبيتو حلو، تحبيه معتدل، تحبوه ما فيهش حلاوه بزاف، دونك كيما حبيتو نتوما. هنا درت الماء يسخن. هنا واش راح نقول لكم؟ ما يهمش شحال الماء، باسكو هاد الجو ما فيهش غرام ولا كميات. دونك درت هنا الماء، راح ندير فوقه الكركادي، راح ندير غير شويه ماشي بزاف، باسكو عنده لاكولور تاعو، تجي فيه واحد لاكولور ثانيه اللي تشدني. بنفسجية فوالا، بنفسجية رايحة البوردو، رايحة فوالا. دونك حنخليه يغلي، بعد ما يغلي لي راح نخليه نحي لي هذيك الرغوة تاعو من الفوق اللي ديرها، ولا ينحي هذاك الغليان تاعو، نخليه يدفى شوية، نديرو في طاس ونقطع لي فخوي ونرميهم لداخل. دونك هو دافي، حنا نرمي لي فخوي لداخل باش ما من لي فخوي هذوك يطلقوا لي النكهات تاعهم، ويجيكم ان جو بزاف بنين. فوالا اون بليس فيه الفايدة. دونك حتى يغلي باش ندير السكر. هو هذا العصير يتشرب بارد؟ لا يتشرب بارد، قلنا يتشرب بارد كما يقدر يتشرب سخون، بصح انا نفضلو بارد. خير فوالا، دونك فوالا نخلوه يغلي ونكملوا التحليه. يلا قلنا عصير الكركديه اللي كان فيه الماء درناه يغلي، بعدها نضيفوا السكر بعد ما نصفوه نحلوه. بعد ما نصفوه نديروا له السكر. ونستعملوا فيه الفواكه الموسميه، ولا كل واحد واش عنده فاكهه في الدار، من الاحسن انه يتشرب بارد.
فضلوه بارد كما قلنا نقدروا نشربوه كذلك سخون. كما قلنا نقدروا نشربوه كذلك سخون. احنا مع السخانه نحبوا غير كي شعبسه بارده. انا شوفوا جو بريفير هاد الجو نشربوه بارد. شوفي الكولور تاعو بدات تقلي في الكولور بان الساج. شوفي شتي تاع بكري الحلحالي تاع بكري. انا كنت نشوفه في فيلم مصر هذا شويه كان يقولوا لهم صح ماشي راه يستعملوه بزاف هما يعني حتى هذاك اللي يقول هذاك المشروب اللي في اللي في الكيسان الاحمر هذا كي نشوفه في فيلم تاع مصر دونك فوالا فينالمون هو الكاركادي هذايا فوالا دونك بديت نقلي لا كولور تاعو نخليه يغلي لي غليه وحده برك ونخليه ومن بعد نطفي ونخلي هذاك البخار ولا هذيك الرغوه تتنحى وندير له السكر نخبي يلا ولا دونك البيتزا راهي طيب ما بقالهاش التحليه هذيك هي ما نزيد لها والو هذيك هي ما نزيد لها والو نحيها يعطيني هذاك المول وي واش قلت لك قلت لك سهله وتوجد تمتم خبي يلا نعاود لهم على السريع هكذا الوصفات بما انه بقى لنا الوقت فوالا نبداو بالبيتزا السائله تعاودي ولا نعاود عاودي عاودي وانا نقول قلنا فيها زوج كيسان تاع فرينة معمرين فيها مغرف نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز مغرف كبيره تاع السكر ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات لموا كامل هاد المكونات مع بعضهم زيدوا عليهم حبه بيض ثلاث مغارف تاع زيت وزوج مغارف تاع خل ونزيدوا عليهم زوج كيسان تاع ماء كاس وربع عفوا كاس ونص تاع ماء دافي خرجنا هذوك من بابل نديروها في سنيوه نخلوها تفعل لما تخمر هذيك الوسمو تاعنا ولا يضعف الحجم تاعها نديروا لها تزيين بصلصه الطماطم اللي نرميوها هكا الطون كل واحد واش حاب اللي يحبها وفولي ولا بلا فيانداشي ولا كل واحد كيفاش يحبها الفرامج ودخلناها الفرن كان سخون التحليه قلنا كان فيها شوكولا بيضاء هذه شوكولا بيضاء تاع الوجدان استعملنا هذه ذوبناها كي ذوبناها درناها في ليمول سيليكون ولا تقدروا في ليمول سيليكون كل واحد التزيين تاعو كيفاش يكون يقدروا ميم يديروا ديبول تاع القطايف كيما درنا هذيك لاباطي درناها يشمخوهم. لا لا ما يشمخوهمش ديروا هذوك لي بول حطوهم في الكونجيلاتور خليهم يفيجيو مليح ولا يتكونجلاو مليح ومن بعد نغطسوهم في الشوكولا حيت الا شغل دي صح اللي ما عندوش اللي ما عندوش المول يلا قلنا هي ذوبتها ودارتهم في المول اللي ما عندوش المول واش يدير القطايف كنا استعملنا قطايف محمصين ضفنا عليهم ملعقه تاع شوكولا غوتيلا بذوق البندق هذيك تاع الطل وضفنا عليها مغرف تاع زبده باش يقعدوا لنا اطريين خلطناهم كامل مع بعضهم حتى تحصلنا يعني على عجينه هكذا شغل تولي دير لنا كوريه شتي الشكل تاعهم كيفاش قلت لك القطايف هذوك يحطوا لتحت يروح يبانوا في البلون شوفوا كيفاش الشكل تاعهم دونك هادو تحضروا قدامكم وبردوا قدامكم شوفوا كيفاش الشكل تاعهم تم في الكونجيلاتور راه عندي فوالا راح يولوا يبانوا من تحت قلنا الناس اللي ما عندهمش مول سيليكون يقدروا يديروا هذاك الخليط تاع القطايف كاين السيده طلبت منا وصفه بالقطايف القطايف هذوك اللي كنا درنا قلنا فيهم الشوكولا والزبده يديروهم ديبول هكذا نديرهم في الكونجيلاتور ومن بعد نغمسوهم ولا نغطسوهم ولا نغلفوهم بالشوكولا البيضاء اللي تكون باه تقسم كيفاش تكون حبيت دوقي هاك دوقي وقولي لنا على المباشر تبع على الاكل تاع البرنامج يلا دوك ناكل خليني انا حبيتو تشوفو سمع لهم الخشخشه هذيك اللي في قطاطي امر فوالا كديت البلون تاعي هكذا عرفتك بلي راك مش شاهي تاكل في بلاصتك دوك نشوف فاصل هناك تاكل يلا العصير قلنا هذا العصير مفيد جدا باش ما انا مانيش طبيبه انا صحفيه باش ما نمدش معلومات خاطئه دخلوا ادوا فوائد في جوجل شوفوا فوائد الكركديه الكركديه بالها فلافه اكتبوا ودوا الفوائد تاعو احنا العصير اللي حضرناه الان ما قلنا لكمش كثروا منه ولا ديروه للصحه ولا كذا وكذا هو عصير يعني فيه فوائد منعش وخاصه انه يعني نعرفوا فصل الصيف فيه عده فواكه موسميه فنستعملوه مع الفواكه قلنا درنا هذاك الماء يسخن درنا فيه شويه هذاك الكركديه غلى معاه بعد ما غلى ضفنا اللون راهو هايل ضفنا عليه كما راكم تشوفوا ضفت عليه شرائح تاع السيترون الليمون يعني هذيك لاسيديتي فيه ومن بعد راح نضيف له قلنا الفواكه بعد ما نحوه ونحلو نقسموا الفواكه ونديرو ونحطها من الافضل انه يقدم بارد هذو هما وصفتنا تاعنا اليوم انا نقول لكم بعد الفاصل هذا نتلاقى بكم على طاوله التقديم
مازلنا. يلا عاود نولينا لكم مشاهدينا الكرام على طاولة التقديم بالأطباق. كنتشوفوا في البيتزا قدامكم راهي تشهي تشهي البيتزا. هذه البيتزا السائلة السهلة اللي تقدروا تحضروها، تقدروا تعاودوا هذه الوصفة في العشاء تاعكم وتحطي على واش حضرت. فوالا دونك كيما كنتو شفتوا البيتزا السائلة ولا هايك البيتزا اللي كنا ديجا درناها، كيفاش تجي كيفاش تجي بزاف خفيفه. شوفوا لافات تاعها كيفاش راح تكون. يلا راهي الصوره في الحلويات. دونك هذا هو الكاطو تاع القطايف اللي كنا درناها، كاطو ساهل وما يتحقش ديروه شباب ولا، المهم تاكلوا حاجه بنينه وخلاص. دونك كاطو فيت في شي حاجه كي تكون ديروها بالزرب دونك صح. وهذيك البيتزا اللي كنا درناها شوفوا لافات تاعها كيفاش تكون طريه كيفاش تكون هايله. شوفوا كيفاش راهي تعاود تطلع وحدها بيتزا سهلة وتوالم تدوها معكم لبحار ديروا بها بيكنيك ولا خفيفة. وكنا شفنا جو تاع الكاكا دي تاعنا لي بلي فخوي، شوفوا لي فخوي الداخل كيفاش فوالا، وكنت زينتو بالنعناع دونك عمرتو بلي فخوي الداخل هكا راح تشربوا الكاكا دي. قلنا انه كذلك يقدم باردا نشربوه بارد ولا سخون يعني كيما نحبوا. منعش والله جالك وقف تاعو تقول لك ارواحي شربيني. يعطيك الصحه مريم على هذه الاضافه تاعك انت يا سميه. يعطيكم الصحه مشاهدينا الكرام، غدوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب غدوا ان شاء الله نتلاقاو بكم نفس القناه نفس التوقيت. بقاو اوفياء وغدوا كذلك يوم الخميس راح نعلنوا على اسم الفائز او الفائزه بقسيمه شراء المهدات من الواحه للتسوق. دمتم اوفياء دائما الى قناه الشروق. سلام. ليا